لك ايه، لما حد بيبعت لي مسج ويقول لي اصل ظروفي صعبة، اصل ظروفي كذا وكذا وكذا، بفتكر القهوة اللي انا بشربها كل يوم الصبح. حبوب القهوة لما تسخن وتتحمص وتدخل في الحرارة تتحول لحاجة تانية، ولما تتحط في المية المغلية هي اللي تأثر على المية المغلية، وهي اللي تحط فيها طعمها ونكهتها ولونها. نفس المية المغلية دي لو حطيت فيها بطاطساية أو جزراية هتتهري، هتبقى طرية. نفس المية السخنة دي لو حطيت فيها بيضة، البيضة هتجمد. فالمشكلة ما بتبقاش في الظروف، المشكلة بتبقى في تعاملنا احنا مع الظروف. وده بأي حال من الأحوال، مش ان انا بقلل من صعوبة ظروف بعض الاشخاص فينا. انا اعتقد ان كل واحد فينا عنده جزء من حياته صعب التعامل معاه، ولكن لو استسلمت للظروف دي وسبتها تدعك فيا يوم بعد يوم، يا هبقى زي البطاطساية يا هبقى زي البيضة، يا هبقى طرية هشة تمسك الشوكة كده وتعجنها، يا إما هتبقى جامدة بعد ما كانت طرية. فالأحسن إن احنا نبقى زي القهوة، نغير الظروف. والتغيير مش لازم أغمض عيني وأفتحها ألاقي كل حاجة اتغيرت وأنا بقيت في مكان تاني وبقيت حاجة تانية. التغيير حاجة بسيطة بحاجة بسيطة. النهاردة ايه الحاجة البسيطة الواحدة اللي ممكن اعملها عشان تخلي ظروفي احسن؟ حتة صغيرة. وده مبدأ بيسموه الكومباوند ايفكت. الناس اللي بتعرف في البنوك والمحاسبة خدوا ثانوي تجاري او خدوا كلية تجارة يبقوا عارفين يعني ايه الفايدة المركبة. هو 1% بس لما كل يوم يعدي ويزيد هذا المبلغ 1% 1% 1% بيبقى حاجة كبيرة في الآخر. برضو تغييرنا لظروفنا نتبع مبدأ 1%. ايه الحاجة الواحدة بس اللي ممكن اعملها النهاردة اللي تخلي حياتي احسن سنة؟ ودايما افتكروا القهوة، حبوب القهوة الصغيرة دي غيرت ظروفها وصبغت ظروفها بلونها وبطعمها وبنكهتها، وبقت حاجة جميلة قوي بنشتهيها او بنروح الكافيهات ندفع عليها فلوس قد كده. فانت فكر، هل انت حبوب القهوة ولا البطاطساية ولا البيضة؟ اشوفكم بعد شوية. الناس كتيرة مالية الدنيا، وشوش كتيرة وأفكار كتيرة، وكل واحد شايفك بطريقة مختلفة. مش مشكلة، الأهم انت شايف نفسك ايه، احترامك لنفسك ايه، انت فين في العالم، انت موقعك ايه، انت قد ايه. عربيات كتير قوي قوي قوي، وبيوت كتير قوي قوي قوي، وكل حاجة في الدنيا على فكرة كتير، مفيش إلا في حاجة، لكن في سوء في التوزيع. لما يبقى الأمر بإيدين البشر هنضن على بعض، هنبخل. عشان كده يمكن الهوى والمية بإيدين ربنا سبحانه وتعالى، ولما بنتدخل فيهم للأسف بنحرم بعض وبنلوثهم، واحتياجاتنا الأساسية ما بنديهاش لبعض، مع إن النعم كتير قوي قوي وخير ربنا كتير قوي قوي قوي، ومهما خدنا من الخير ده مش هيقل. يعني لما جارك يجيله خير ده ما بياخدش من الخير بتاعك. كلنا كلنا لينا نصيب ولينا نايب، وكلنا كلنا مهما أخدنا هيفضل اللي عند ربنا كتير قوي قوي قوي، والخيرات كتير قوي قوي قوي، بس ما نطمعش. وكل واحد ياخد على قده وياخد اللي يكفيه. بس احنا للأسف
بنطمع وما بناخدش اللي يكفينا، بناخد اكتر بكتير قوي. ازيكم؟ رجعنا تاني البيت بعد ما خرجنا قابلنا اصحابنا، جبنا شوية خضار وفاكهة للبيت ورجعت وطبخت الغدا بسرعة بسرعة، وقلت اكلمكم قبل بقى ايه من نريوايند كده ونهدي التون. المغرب على وشك انه يأذن فالدنيا هتضلم، قلت الحق النور اللي جاي من بره. وحبيت اكمل معاكم على الموضوع اللي كنت ابتديت اتكلم فيه قبل ما انزل، وهو ازاي ان ناس كتير بتبعت لي وبيكون في ثيم كده مشترك ان الظروف منعاهم. انا مش عايزة اقلل من قوة الظروف اللي البعض فينا بنتحط فيها، يعني مثلا الاطفال او الاولاد او الشباب اللي بيطلعوا من بيوت مكسورة ما عاشوش طفولة صح، عاشوا مع اب قاسي او ام قاسية، او الاب والام ما كانوش متفاهمين، المشاكل الفظيعة اللي بيشوفوها منذ نعومة اظافرهم زي ما بيقولوا اكيد اكيد بتخلق فيهم يعني مشاكل نفسية وصحية. لكن لما يكبر هذا الابن وهذه البنت لسن معين بقى عليه واجب تجاه نفسه انه يحسن حياته، وانه ما يفضلش يكون يعني ما يقبلش لنفسه انه يفضل ضحية الماضي، ضحية ابوه وامه. انا بحس ان كل حاجة واضحة على فكرة، مفيش حاجة في حياتنا مبهمة، مفيش حد ما يقدرش يميز ما بين الصح والغلط، الصواب والخطأ، الحلال والحرام، لان كلنا بنبقى عارفين النتائج. اللي بيقدم على فعل ما بيبقى عارف النتيجة اللي هتحصل من هذا الفعل. أيوة بنطلع من ظروف صعبة، وأيوة بنعاني، أحيانا بتبقى المادة قليلة في حياتنا فمش قادرين إن احنا نعمل اللي نفسنا فيه، أحيانا بنكون عندنا ظروف صحية معينة، whatever الظرف إيه، المشكلة إن احنا نسمح لهذا الظرف إن هو يشكل حياتنا سنة بعد سنة سنة بعد سنة. فزي ما قلت لكم التشبيه بتاع القهوة والبطاطساية والبيضة، هي هي نفس المية اللي بتغلي، هي هي نفس المية السخنة، هي هي نفس الظروف الصعبة بيطلعوا منها شخصين، شخص بيقرر انه يتحدى هذا الظرف ويغير من حياته ويغير من نظرته لحياته في المستقبل، وشخص بيستسلم وبيقول خلاص ما هو يوم ورا يوم يوم ورا يوم. ومش كلنا على نفس القوة، ومش كلنا على نفس المهارة اللي هتمكننا من تغيير ظروفنا، لكن اهم حاجة ان احنا ما نبطلش ان احنا نحاول، لان طول ما فينا نفس طالع ونفس داخل معناه ان عندنا فرصة تانية ان احنا نغير الظروف اللي احنا فيها. مش عايزة الموضوع يكون ان انا بتكلم تنظير، لكن كل واحد فينا مر في حياته اشخاص قدروا انهم يغيروا ظروفهم او يتحدوا ظروفهم او يطلعوا من هذه الظروف ويخلقوا لنفسهم ظروف تانية. كل واحد فينا يفكر ما بين قرايبه وما بين اصحابه وما بين معارفه وما بين الحكايات اللي بنسمعها من الناس على فلان وفلان وفلان وفلان. بابايا مرة بيقولي ان هو دخل المسجد وكانت ركبه تعباه وخشونة وبيتعكز ومش قادر، وقرر ان هو يصلي وهو قاعد، لا قدامه شخص معاق ساند برجل واحدة ساند على الحيطة، ومع ذلك بينزل وبيركع وبيسجد وبيقوم. بابا ساعتها بص، الكلام ده من سنين طويلة قبل ما يشتد عليه الحالة اللي هو فيها ويبقى خلاص ما يقدرش يصلي غير وهو قاعد، بس لما لقى هذا الشخص اللي هو مفروض ظروفه صعبة من الإعاقة الجسدية اللي هو فيها
تحمس وتحفز وقال لا انا كمان هقوم واقعد واركع واسجد، ومش هسمح للالام اللي انا حاسسها ان هي تمنعني من اداء الصلاه بالشكل اللي انا نفسي اديها بيه. اللي فلوسه قليله يفكر اعمل ايه عشان ازود فلوسي بطريق حلال وبطريق مشروع. اللي عايز يتعلم حاجه اعمل ايه عشان اتعلم دوه. وكل مشكلة ليها حل واتنين وتلاتة، بس لازم نفتح مخنا ونفتح عينينا ونبقى على استعداد ان احنا نشوف اغير ازاي من هذه الظروف. في ظروف صعب ان احنا نغيرها زي ظروف مرضية او اعاقة، لكن برضو بنسمع على ناس اتحدوا المرض وتحدوا الإعاقة وما خلوش ده يمنعهم من ان هم يعيشوا حياتهم. تخيلوا مثلا ناس المرض بتاعها بيخلي الموبيلتي بتاعتها صعبة جدا، حركتها صعبة جدا، ومع ذلك برضو بيتسندوا وبرضو بيطلعوا وبرضو بيخرجوا وبيشوفوا الدنيا فيها ايه. في ناس بمواردها المحدودة الصغيرة برضو بتعيش بسعادة وبتعيش، يعني بيفكروا كل يوم ايه مصادر السعادة الصغيرة اللي ممكن اعملها، ايه اللي ممكن يضيف بسمة على شفاهي وشفاه اللي حوالينا. كل واحد فينا يفكر ان هو عنده القدرة على الاختيار انه يكون قهوة، يغير من المية اللي بتغلي ويضفي نكهته ويضفي لونه على هذه الظروف الصعبة. ومش بس كده، ده يبقى كمان حاجة محببة للآخرين وحاجة ندفع فيها فلوس قد كده عشان نستمتع بيها، او ان احنا نكون بطاطساية في مية بتغلي هشة الناس كلها تدعكها يعني وتخليها بيوري، او نبقى بيضة جامدة. يعني ولو ان كل مثل من اللي انا اديتهم دول له فايدة، والظروف تغيير الظروف ليهم خلاه برضو يعني منعكس بفايدة، منعكس بحاجة كويسة. بس الاختلاف هنا ازاي نتعامل مع هذه الظروف، ازاي نبصلها، ازاي نحللها، ازاي نفنطها. انا عملت مجموعة فيديوهات على ازاي نكون احسن اصدار من انفسنا، ازاي نعيد ابتكار انفسنا. حاولت في الفيديوهات دي اني ادي خطوات محددة واحدة واحدة، ازاي نفكر، ازاي نقرر هنعمل ايه، ازاي اصمم يومي، اجدول يومي بالشكل اللي يفيدني ويفيد اللي حواليا، بالشكل اللي يمكنني اني اوصل لهدف او حلم عايز اوصل له. راجعوا الفيديوهات دي، اعتقد الكلام فيها لطيف جدا جدا، وخصوصا ان انا حاولت انه يكون عملي مش مجرد كلام تنظير. يعني في الناس اللي هم الموتيفيتورز اللي هم يطلع يقول كلام عشان يشجع الناس، حلو بنسمع المحاضرات دي شوية وكلام لطيف وبنسقف ونطلع حاسين كده بفورة نشاط، لكن مدام ما فيش خطوات فعلية وحد قام باللي هو بيقول عليه ده وعمله فعليا، بيبقى كلام كله تنظير. فأنا حاولت في الفيديوهات دي إنها ما تكونش مجرد تنظير، تكون حاجات فعلية ممكن نمسك الورقة والقلم ونعملها ونظبط حياتنا ونبقى زي القهوة، نغير ظروفنا ونغير من الحاجة اللي احنا شايفينها إنها وحشة نخليها حاجة كويسة. خلاص اعتقد الشمس بتغيب، حواريكم منظر الغروب، منظر لطيف قوي قوي قوي. وسبحان الله، زي ما في شروق وغروب كل يوم، الشمس بتشرق ببداية جديدة وبتغرب عشان تدينا فرصة ان احنا نرتاح ونهدى ونجهز نفسنا لليوم اللي جاي.